لغويا معروفة المعمورة يعني المدينة المسكونة أو المدينة العامرة. هذا واضح. والتسمية تعود إلى الفترة العربية الإسلامية. لكن قبل ما نرجع لأصل المعمورة الأولى العربية الإسلامية، حاب أقول أنه في مدينة معمورة أيضا هناك آثار رومانية. فترة بنية يعني برسك لا نعلم شيء عنها، بقى في الفترة الرومانية آثار التي عثر عليها الباحثون وخاصة المختصون في علم النقاء الشامين اسمه ليبيغرافي. ليبيغرافي ومن أهم يعني اختصاصات اللي تخص التاريخ القديم. الآثار هذه تتمثل في خاصة في المنشآت السمكية في جيل المعمورة، معروفة منذ العهد الروماني خاصة، ما عرفوا حد شيء قلتها يعني برسك ريا على الفترة البونية. لكن بالنسبة للفترة الرومانية نعرف أنه من خلال علم النقاش أن هناك منشآت سمكية يعني بالضبط اللي لقيناها في مدينة نيابوليس الرومانية. سون دي انستالاسيون اليوتيك، اليوتيك معناتها السمك يعني منشآت مصانع يعني تعود مصانع للسمك تعود إلى العهد الروماني. فما الملاحات بالضبط كما موجودة اليوم في مدينة نيابوليس دي باسان دو ساليزان، الملاحات وأحواض خاصة أحواض المتصلة بماء البحر في يسموهم دي فيفيي. هذوما تعود العهد الروماني في البحر، تعرف أمين فترة رومانية أنه ما كانش فما فريغوات، دونك للمحافظة ولا كونسيرفاسيون دي بوسون معناتها للمحافظة على السمك هذا كانوا يعملوا دي فيفيي في البحر، يكون متصلة بماء البحر ما يمشي يدخل ويخرج باش الحفاظ عليها. دونك هذه أهم يعني الآثار وخاصة صناعة قارو كما من نيابوليس المعمورة الرومانية. هي كانت مختصة في صناعة القارو. وصناعة القارو يعني القارو ماذا قلنا فسرناه منذ كنت حديث عن نيابوليس هي سوس رومان معناتها باز دو بواسون، وكان يعني سان برودوي تري شيخ ان برودوي اونيرو معناتها القارو ماذا معناها ما ياكلوش اللي يجي قبل مش ما ياكلوش بالقارو معناتها، لكن سي اون صوص اللي معناتها سان سين دوبيلونس معناتها اللي سام قارو. والقارو قلت سي ان برودوي اونور معناتها يتباع بثمن باهظ. دونك اللي يصنع في القارو نورمالمون يكونوا ناس لبس عليها كان موجود برشا في المعموره، موجود في المعموره بكثره. هذا ما عثر عليه قلت العلماء الاثار المختصين في خاصه في علم النقائش صناعه القارو. دونك وريك انه المنطقة كانت معناتها غنية، عندها اون فوكاسيون ماريتيم معناتها اي دو بيش، وكانوا صيادين من الاصل سكان جيت معمورة منذ العهد الروماني. مدينة ساحلية بالاساس، مدينة بحرية، والمنشآت كل اللي وجدوها هي متصلة بصناعة قاروم وب يعني منشآت سمكية كما قلت دي انستالاسيون اليوتيك. بالطبيعة الصناعة هذه أدت إلى خلق نشاط آخر مرتبط بها، مو شيء مربوط حاجة مربوطة بالأخرى. يعني هي صناعة سكون أبي لي زونفور اللي يقولوا فيهم الصناعة، لي زونفور هما الجرار كما يقولوا تو، لي زونفور مجرة كبيرة بالمعنى. لي زونفور هذوما اللي حمل السلاح. دونك فما نشاط صيد ونشاط بحري بما أن مدينة ساحلية، فما نشاط حرفي هو الجرار هذوما، وفما الفلاحة في لاغيغ بي معناتها الناس زاد في الأصل كانوا فلاحة. هذايا هذه كانت الاختصاص سيتي لا فوكاسيون دي معمرية دو ليبوك رومان نجم نقولوا. دونك المنطقة في العهد الروماني كانت تمثل تجمعا سكنيا معروف، تجمع حضري وريفي في نفس الوقت. ريفي يتعطوا الفلاحة ومرتبط خاصة لأن جات ما بين مدينتين نيابوليس وكوروبيس. المشكلة في العهد الروماني ما نعرفوش اسم المعمورة، ما كانتش معروفة يعني الاسم نتاعها لم تذكر في يعني في المصادر التاريخية في الفترة هذيك. مثلا ما كانش عندها اسم، ما كانش عندها في العهد الروماني ما كانش مذكورة جملة، مذكورة. تجمع سكني يعني جاء ما بين كوروبيس ونيابوليس اللي هي ما بين نابل وقرب ومرتبطة بهم الزوز. ما تشوفوا المصادر خاصة في لي غيد دو ليباك كيما نقولوا لي غيد نتاع البلاد في الفترة. مثلا سوتو لا تابل دو بوتينغير ولا لي تينيغير دونتونا تلقى نيابوليس، تلقاه قدامي مثلا كوروبيس. كوروبيس يقول لك موجودة في لا تابل دو بوتينغير، يسميها زاد كوبا
كوروبيس ولا كوبا موجودة في منطقة بيزاسين بيزاسين سو لا روت انتر كارتاج ادرميت ولا ادرميت ما بين كارتاج وسوسة يعني قربة بينما المعمورة هي غير مذكورة في المصادر مش موجودة فلعات الروماني وكيفاش جات كلمة المعمورة من بعد من بعد بعد انا مش رجعوا لهمين بديت انا فترة الرومانية دونك معناتها وخاصة مدينة معمورة علاش كان تجمع سكن يظل ما وصلتش حسب المصادر هذا سي با اون هيبوتيز يعني ما وصلوا العلماء النقاش هذوما لي زيبيغراف يقول لك انا ما وصلتش الى مرتبه ما نلقاوش فيها سكون ابل لا بارور يقولوا زيستاني لا بارور مونيمونتال دي سيتي رومان دي ليباك سامحوني نحكي بلغه فرنسيه لان غاد ساعات لك ما نلقاوش مثلا فيها الانفيتياتر ما نلقاوش فيها دي تير ما نلقاوش علاش قلت لك يعني سيتي كيل بونليو بالنسبه للنيابوليس كان كيل معبر ما بين نيابوليس ولا جات فلوس تجمع ساكني ما وصلتش لم ترقى الى مرتبه لا سيتي رومان باتم معنى الكلمه ونلقاو فيها كلا في مونيسيبال اللي ان شاء الله جينا نحكيو على واحنا قادمين على انتخابات بلديه باش كانوا يصيروا انتخابات البلديه ظهر ان شاء الله ربي قدر خير مع قانون المصالحه بشبط لكل شيء نرجع المعمورة اللي تحكي عليها يا يمين هي الفتره تعود كلمه تقول تعود الى الفتره العربيه الاسلاميه وهي نسبه الى قصر القصر هذا قصر معمور يعني اهل بالسكان هو يعني شو القصر قصر كما تعرف حكيت على البارح على مدينه الحمامات فتره عربيه اسلاميه المدن الساحليه مدن الشط كل وطن القبلي وغير وطن القبلي على كامل التراب التونسيه كانت هناك رباطات او قصور ديفار ديفورتوريس الدور تاعها هو دور دفاعي والقصر هذا اللي هو اصل المعموره هو النواه الاولى النواه السكنيه الاولى المعموره فيه المرابط اللي يسكنوا فيهم المرابطون والقصر ماهوش عنده دور دفاعي يمين لكن ماهوش عنده دور دفاعي الناس يعني فيه هو ايضا مؤسسه تعليميه مؤسسه ثقافيه مؤسسه اجتماعيه فيه كل شيء معناتها القصر مش الناس تمشي ترقد وتعس ويمشي لا ساكنين غادي يعني هذو الرباطات ما يمارسوا انشطتهم الكل بالضبط اكزاكتومون هذا يعني الدراسات موجوده برشا على الرباطات في البلاد التونسيه وخاصه مختص الكبير عندنا في مساله الرباطات الاستاذ نجي جلول فوالا باهي جلول نتاعنا نجي جلول وزير التربيه هو اللي يخدم مع الرباطات والرباطات البحريه خاصه رباط بونسير ورباط يعني والوطن القبلي كل من الساحل كل الساحل كل كان فيه الرباطات الرباط مثلا تاع نابل ما عادش موجود مش ما نعرفوش حتى فين بالضبط كان رباط المونستير ناس ما دونك والقصر هذا اللي هو اصل المعموره هو النواه الاولى للمعموره يذكر الادريسي هذا الادريسي يعني في كتاب نزهه مشتاق ترجع المصادر كنيجات كلمه القصر المصادر تحكي عليه الادريسي مثلا في نزهه مشتاق يعني في القرن الثاني عشر انه يقول قصر ساحلي معمور اي مسكون كذا يحكي على القصر وتحيط به منازل قصر على البحر عنده دور دفاعي اتسدم عنده ادوات اخرى تحيط به هذه المعموره القديمه دونك القصر والمنازل التي تحيط به واللي كونت بعد حومة القبليه جنوب القصر الجبليه الحومة الشرقيه اتسدم دونك هذه هي المعموره القديمه دونك عندنا النواه الاولى هي القصر نحكي على الفتره العربيه الاسلاميه كما نحكي دونك الفتره الرومانيه كاين على الفتره الرومانيه الفترة الرومانيه ما نعرفوش حاجه كبيره نعرفوا انه فقط انها كانت مدينه عندها يعني مختصه في الصيد البحري والصناعه المرتبطه بالسمك فوالا دونك هذا مازال شويه يمين ولا يعني بون حبيت نوصل شويه لحضره سيدي داود كذا والسكان الاوائل للمعموره.